من هو الفنان المصري الراحل الذي قام بدور شفيق في مسلسل السكوت في بئر سبع؟ ألاء. سعيد صالح. سعيد صالح إجابة صحيحة. برافو عليك يا ألاء، 10 نقط مهمين جدا لجامعة المنوفية. كان معاه مين؟ سعاد يونس وطارق لطفي وحنان ترك وعبد الرحمن أبو زهرة. كده كفاية. برشوان توفيق. برشوان توفيق وخالد محمود. أسماء عظيمة جدا. ألاء 10 نقط مهمين جدا. النتيجة 15 جامعة المنوفية، 50 جامعة طنطا.